في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا، طالب وزير الخارجية الليبي محمد الديري بدعم عربي لقدرة الجيش في مواجهة الإرهاب، وكشف الوزير عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن مبعوث الجامعة الخاص بليبيا الدكتور ناصر القدوة سينضم إلى المبعوثين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي في جنيف لمتابعة الحوار بشأن الأزمة الليبية. في تواصل لمسلسل الفوضى والعنف المتبادل بين المجموعات المسلحة في ليبيا، وبعد أن استهدفت البعثات الدبلوماسية لمرات عدة أدت إلى مغادرة معظم البعثات الدبلوماسية طرابلس وبقية المناطق الليبية، انفجرت سيارة مفخة أمام السفارة الجزائرية وسط طرابلس، ولم يسفر الانفجار عن وقوع خسائر بشرية. ولم يتأكد حتى الآن من طبيعة الهجوم ومنفذيه، في ظل أنباء تقول أن حقيبة بها عبوة ناسفة تم زرعها في محيط السفارة تسببت في الانفجار. وتقع السفارة بمنطقة الظهر التي تضم أيضا مقر سفارة السعودية. وأكدت السلطات الأمنية في طرابلس أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت من أجل محاولة التعرف على منفذي التفجير. يذكر أن الطاقم الدبلوماسي للسفارة الجزائرية غادر منذ فترة، وشهدت ليبيا عدة هجمات على بعثات دبلوماسية غربية كان أعنفها ضد القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012، حيث قتل 4 أمريكيين بينهم السفير. سياسيا، وعقب اختتام الجلسة الأولى للحوار الليبي برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اتفق المشاركون في الحوار على استئناف جلساتهم الأسبوع المقبل داعين إلى وقف إطلاق النار. وأصدرت قوات فجر ليبيا بيانا أمس أعلنت فيه موافقتها على وقف إطلاق النار تجاوبا مع دعوة الحوار، شرط التزام خصومهم من قوات اللواء خليفة حفتر بذلك. وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن المتحاورين أكدوا التزامهم بليبيا موحدة وديمقراطية. وأوضح البيان أن المباحثات عقدت في أجواء إيجابية وعكست التزام الفرقاء بإنهاء الأزمة. واتفق المشاركون في الحوار على الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية والعمل على تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، إضافة إلى تأمين حرية التنقل وفتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري وعدم التعرض للمنشآت الحيوية، والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار.